يا ريت وميت. اهلا وسهلا بحلقه من حلقات يوم الاثنين. احنا متعودين انا اللي بطبخ، بس الصراحه هيك براقب لكم ضيفتي اللي هي ست ربا اللي هي جنبي. الست ربا مبدعه في كثير من وصفات الاكلات، فانا حبيت تكون ضيفتنا لليوم. فيوم حلقتنا رح تكون غير شكل، بس قبل ما احكي لكم عن ضيفتي وعن حلقتي بدي اياكم تفوتوا على صفحاتنا على عمان تي في اوفيشال، تفوتوا على صفحتي صفحه شيف امتياز جيتاوي، نعمل شير للحلقه. وموضوع الحلقه اليوم كثير بهمهم. اشي ربا زوبي كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. حابه اصبح على الجميع صبح وعليكم مين ما بدك. حبيبتي اول شيء نورتيني. طبعا ما بعرف ربا الزعبي، ربا الشيف محترفه يعني دارسه شيف وعندها اكاديميه، فبهمكم كثير كثير انكم تحضروا الحلقه رح نحكي اكثر، وخصوصا جماعه اربد. الله يسعدك. انت جاي اليوم من اربد؟ من اربد. طب صحيح. من وين اربد؟ نفس اربد ولا؟ نفس اربد. انا هلا يعني قبل ما اتزوج واسكن باربد كنت بقريه حريمه، بعدين لما اتزوج صار لي سنين كثير طويله باربد. انت لازم تعرفي صاحبتي هي زوجها من عائله الزعبي. هديق طلع الموضوع مفتح على الهواء. دين بخريشة حبيبتي اي لاف يو، دائما تحضرني، فاكيد هي عم تحضرني عايشه بدبي، زوجها من عائله الزعبي. هلا زعبي كثير في بدرش ورمته لا بس هي لانها بحريمه. عرفتي عشان هيك نبطل القصص ببعض. أوكي. طيب اليوم رح تكون ضيفتنا ربا الزعبي، رح تعمل لنا اشياء شوي خارج عن المألوف ولا بتري حياه اعتقد التلفزيونات طلعت انعملت بطريقه رئيسيه. رح تعمل لنا الخميره الطبيعيه. صحيح. ايش رح تعملي لنا؟ قولي. هلا الخميره الطبيعيه هي مش شيء انا يعني خلينا نحكي اخترعته، هو من زمان موجود. حلو. والافضل انه يعني نرجع لها لانه لفوائدها الكبيره. جميل. يعني فيها فوائد كثير كبيره، زمان ما كان في خميره فوريه ولا اي نوع الا الخميره الطبيعيه اللي بتتصنع بالبيت او صحيح. منزلي. كتير موضوعها بسيط وسهل، لما نعمله اليوم رح يصير اي ست انها تقدر تعمله وتحتفظ فيه بالثلاجه طول العمر. حلو. طول العمر بس تضلها تغذيها زي ما بنقول. تغذيها بالضبط. ف يعني حتى برا بيتفاخروا بالمحلات انه هاي الخميره صار لها 100 سنه، هاي الخميره يعني انه بتوارثوها وراثه. جميل. فان شاء الله انه نرجع لهاي الاشياء الصحيه والطبيعيه. حلو. واليوم رح نعملها وهي كتير سهله. رح نعملها بس انا اطلع وهي جايبه. انا مش كثير فنانه فيها يعني الصراحه، عملتها مره واحده وحسيت حالي بدها شغل كثير، وانا تعرفوني عايشه مع عصر السرعه. رح نعمل خميره طبيعيه. صحيح. ورح تعملي لنا منها الخبز. خبز السوردو. هيو شايفينهم احلى. هي رح نفرجيهم نوعين اليوم، ما في بيكون يعني ما في بوقت البرنامج انه اعمل اكثر من هدول النوعين. حلو. وبعدين رح تعملي لنا هدول ميني كوكيز ساندويتش ان شاء الله. اسمعوا طلع بس بصير احكي لكم، هي حتى حطيتهم بطريقه كتير حلوة. هدول رح نعمل كمان هيهم. شوفوا ما شاء الله. بعدين قدي طرايا طبعا رح ادوق. والله والله رح ادوق. تعرف لا ييت الله طلعوا لقى الطراوة تاعت الكوكيز. يا عيني. يعني الناس بدها تدرس شيف، بدها تتعلم، بدها تاخذ دورات. اعتقد اليوم حلقه ربا كثير رح تفيدكم لانه ربا عندها اكاديميه رح تحكي لنا عنها اكثر، وبتعطي دروس. لانه انت وين درستي؟ هلا انا تدربت مع شفات كثير وبعدين بفنادق فايف ستار، وهلا لما صرنا ندرب اكيد عندي فريق عمل من الشفات اللي عندهم فوق ال 35 سنه خبره. ما شاء الله. فعندنا فريق اكيد لما ندرب اكيد راح يكون الوضع غير. جميل. طب انا متحمسه انا لنروح لوصفات ربا، بس بدي اياكم عن جد تشيروا هالحلقه، بدي اياكم تدعموها لربا. بحب انكم تشوفوا بعدين عندها صفحه على السوشيال ميديا بتنزل عليها وصفات الفايف ستار. صحيح. يعني اسم الله كل الوصفات اللي بتنزليها متكتكه مرتبه. هي يعني الصحن اللي بتروحوا تاخذوه 30 40 اللي بتاكلوا ب 30 40 دينار تلاقيهم عملت لكم اياه بليرتين 3 ليرات هيك. الله يسعدك. طيب ربا قبل ما نبلش الحلقه كمان ايش اسم اختك؟ أميمة الزعبي. هي بتتابعك دائما بتحكي كل وصفاتك بتزبط معها. انت تعرفي ايش اللي عجبني بالحكي؟ ما هي ربا شيف اسم الله وماهره، يعني ما شاء الله كثير ماهره. فلما قالت لي هيك انه انا اكيد تاخذي وصفاتي فانا يعني نيالي. بالعكس ما شاء الله حبيبتي. وصفاتك كلها رائعه اكيد حبيبتي. طيب احنا رح نخليكي تقطعي عشان تورجيهم اياها كيف من جوا، بس ناخذ المقادير. اوكي. هلا لخبز السوردو بالخميره الطبيعيه رح نحتاج ل 1000 جرام من الطحين الابيض، 200 جرام من الخميره الطبيعيه، 10 جرامات من الملح الصخري، و700 مل من المي. والله اهلين سيد رامي، نورت الحلقه.
احفظ هي خمس مرة تتأخر طبعاً. رامي المخرج الأشقراني اللي بتعرفوه اللي دائماً دي في بحكوا عنه. طيب مالك ومحمد عم بيرحبوا فيكي بيقولوا لك أهلا وسهلا فيكي، ويعني بقول لك شف ربع الزعبي كل التوفيق ومن أحسن الشفات الموجودين بالمملكة الأردنية الهاشميين، يالك وقلوب حب قلوب حب قلوبهم. شايفي محمد روابدة حابة أفرجيهم فرجيهم، أنا بحكي خجلت شوي، عم بيقول أحسن شف بالأردن، والله شكل الشفات كلهم بيحضروها. يلا حابة أفرجيكي وشمي الريحة بتكون الله. اسمع 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 هيك عشان الكاميرا طبعا زي ما هي بهاي الجهة رح ياخدوها معنا. اسمع اسمع شوفي 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 جمالها على الشاشة، بسم الله ما شاء الله. اطعينا كمان واحدة عشان نورجيهم إياها، وزي ما قلت لكم اليوم يعني أنا بدي أستثمر وجود ربا معانا لحتى تشوفوا أفكارها الرائعة بتحضير الخميرة الطبيعية اللي بتقدروا تعملوا منها خبز السبردون. أصلا اللي بيجرب هذا الخبز ما بعود إلا اللي يعملها من سهولتها، كتير سهلة وموادها كتير بسيطة. الله ربا بس أحكي لك شغلة، أنت بالعادة بتاخديها من المخابز ومحلات، خلينا نقول في المحلات الحلو الفرنسية اللي بحبوا يعملوها كتير، بتكون ناشفة مظبوط بتضايقك هي طلعوا ما شاء الله من برا مقرمشة بس من جوا طلعوا طرية كتير طلعوا طلعوا أحلاها ما شاء الله. طيب نروح للوصفة تضلي ربا. أوكي هلا بدنا نبلش بالخميرة الطبيعية أيوة. ولا بالخبز السوردة؟ لا نبلش بالخميرة لأنه أعتقد هذا موضوع بهم السيدات كتير. صحيح صحيح رح نحط هدول. تمام تفضلي. هلا حابة أشرح وأنا بشتغل فيها، موضوعها كتير بسيط. هون عندي ثلاث أنواع، عندي خميرة طبيعية بالطحين الأبيض وعندي خالطة بين الأبيض والأسمر. حلو. وعندي أسمر، لأنه في كتير ناس رح يحكوا لك لا الخميرة الطبيعية ما بتنعمل إلا بالأسمر. صح لانه هو بيخمر حاله بسرعه، غير انه بسرعه هي يعني افيد شيء، بتعرفي فيه قشور والياف وهيك. حلو. بس انا في عندي اخباز معينه بدها ارتفاع عالي ما بيزبط لانه القشور بتهبطها شوي. صحيح. طب انت بس عم بقرا بالمقادير حاطه 1000 جرام يعني كيلو طحين ابيض ما شاء الله يعني. طب الكيلو قد ايه بيعمل لي هاي الخبزه؟ الكيلو هاي الخبزه بتعمل هلا هي الكيلو بحطه كامل على الخبزه كامل. جميل. طيب يلا نبلش معك. يلا طيب هلا كل موضوعنا انه رح نحط اول يوم، هذا اسمه بادئ العجين. بادئ العجين اول يوم رح نحط، طبعا هم بيختاروا يعملوا ابيض او اسمر او نخلطهم. هلا انا حسب نوع الخبز اللي بدي اعمله بستخدم الخميره. حلو. يعني اذا بدي انا خبز يرتفع معي كثير بستخدم الخميره بالطحين الابيض. بس شوفوا هالمعلومه كثير حلوه ربا، يعني انا ما كنت بعرف انه اذا بدي الطحين الاسمر ما بيخلي العجين تنفش بسرعه كثير. يعني ممكن اعملها بالطحين الاسمر تنفش معي شوي صغيره. حلو حلو هاي معلومه حلوه. تمام هلا رح احط 100 جرام 100 مل من المي و100 جرام من الطحين. نفس الكمية 100 مل من المي مقابلها 100 جرام من الطحين. صحيح. تمام صحيح. أنا يعني بتعلم معكم يعني عشان تعرفوا. الله يسعدك شيف. طيب هاي أول يوم. هاي أول يوم كتير هي سهلة أكثر ما بتتخيل يعني. أوكي بس هي بتاخذ 4-5 أيام. خمس أيام. أربع خمس أيام هدول. هلا شوفي زمان الختايرة كانوا يحطوا حبة تمر، أنا بحكي إذا بنحط قطعة من الأناناس الفريش بتسرحها بتصير يومين او ثلاث. هلا بتحكي لنا شوفوا حلو حلو تجيبوا حدا مختص بالموضوع. إيه بس لو عملناها خمس ايام يعني احلى تاخذ وقتها وهيك ويشوفوها. تمام تمام. هلا رح احط 100 جرام من الطحين. احنا حكينا اي نوع بفضلوا يعني او شو نوع الخبز اللي بدهم يعملوه فيه. اوكي فاحنا حطينا 100 مل من المي مقابلها 100 مل من الطحين. هذا اول يوم ما بنضيف عليهم اضافات ثانيه لا بالمره. أوكي. بس هذول هيك وانت هون مستخدم الميزان يعني ما بزبط زي ما في ناس ممكن بتقول لك انه عادي احط مثلا معلقتين بمعلقتين. هلا شوفي اذا في كوب نفس العيار عندهم بيقدروا يستخدموا الكوب يعني كوب نفسه المي مع الطحين. هاي الخميرة أول يوم رح نحركهم كتير منيح مع بعض ولازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة ومش حلو. مكان بارد كتير يعني مي من الحنفية عادي. لا. لا ضروري ضروري تكون مياه معدنية. هلا بيحكوا لك ناس مثلا زمان كان عندهم مياه معدنية أنا بحكي لهم إنه زمان المي ما كان فيها كلور ولا فيها أي أشياء حلو. بتقتل حلو. تمام حلو. فإحنا إذا بدنا نعمل خميرة وتزبط معنا ضروري تكون مياه معدنية.
ضروري. اي ليلى الاحمد بتقول لك منوره يا شيف ربا، والله الها معجبين كثير. استنوا في اجاكي تعليق حلو لازم اقرا لك اياه. شيف محمد الوابدي بيشتغل معك في الاكاديميه؟ لا شكله. هو طالب عندنا. طالب. عم بقول كثير فخور اني طالب من شفات من شيف ربا، وبنصح كل حدا عنده شغف للمهنه بالتوجه للاكاديميه، لانه عن جد انه هم مستفيدين. انا فخوره بكل طلابنا بالاكاديميه، عن جد بيرفعوا الراس، بيكون عندهم حب وشغف للتعلم، ويعني بيرفعوا راسي وين ما بوظفهم. طب هلا رح نحكي عن الاكاديميه، لاني انا كثير حابه انه في ناس كثير بعت لي شوف بدي ادرس، وين ادرس، اي اكاديميه احسن بالاردن؟ حلو يكون عندنا خيارات نحكي عنها. صحيح. هلا حطينا 100 جرام، هاي اول يوم. انا بالعاده بحط هيك مطاطة عشان اشوف كم رح ترتفع لليوم الثاني. لازم نضل 24 ساعه. بعد 24 ساعه هلا بيقدروا بقلم، بيقدروا بقلم بيقدروا يحطوا خط هون 100% وهي ترفع مع القلم. صحيح. طيب نفترض ارتفعت معي بعد 24، يعني مش هي رح ترتفع اليوم الاول شوي، اليوم الثاني اكثر، اليوم الثالث. طب ايمتى ببلش اغذيها؟ لا هاي مرحله ثانيه، احنا لما نجهزها تكون جاهزه اني اشتغل فيها، هي مرحله. اوكي. هلا لما نحتفظ فيها بالثلاجه بنصير كل اسبوع او اسبوعين نغذيها. حلو. طيب هلا انا عملت هاي المرحله، قعدت 24 ساعه. هلا اليوم الثاني راح اخذ من هاي الكميه 100 جرام، يعني أوكي. نصها نصها رح ناخذ 100، رح تاخذي من الكميه اللي انت عملتيها اللي اول وحده، عشان أيوة. في ناس اللي بيحضرونا اللي بتعلموها لاول مره. بالضبط. فاحنا اول يوم حطينا 100 جرام من الطحين معاهم 100 مل من المي، تركناهم 24 ساعه بالضبط. هلا الايام الجاي الاربعه كلهم زي بعض، يعني أوكي. رح احط هون 100 مل من المي و100 جرام طحين، واخذ من هون 100 100، يعني كل يوم بده يصير عندي 300. اوكي. اليوم الثالث رح احط 100 جرام من نفس اللي عملتيها اول مره. هلا اللي بيزيدوا بنقدر نحتفظ فيهم باي شيء ونعمل فيهم مخبوزات ما بدها ارتفاع زياده. اوكي. فانا باخذ بس اول يوم منها، بس اول أوكي. يوم لا كل يوم باخذ منها 100. اوكي. كل يوم تاخذي منها 100 وبغديها 100 جرام طحين و100 ملي مي. حلو حلو هيك. حلو حلو حلو. يعني شوفي هاي اليوم الثاني رح يكون زي اليوم الثالث والرابع والخامس. هاي رح احط 100 جرام طحين هيك. حلو. و100 مل مي. هلا انا مرات حكيت لك بحط 50 ب 50 اسمر وابيض. ابيض بتخلطي؟ بخلط. واذا حابين اسمر لحال بيقدروا طبعا، بس ما بيعملوا ما بترتفع معهم هذا الارتفاع. حلو. طيب انا بس كثير مبسوطه انه ربا هي اول مره تنعمل ببرنامجنا، واعتقد اول مره تنعمل على برامج تلفزيون تنحكى بالتفصيل. كثير بنسال عنها. بدي احكي لكم شغله، زمان امهاتنا وجداتنا ما كان في خميره نهائيا 100%. بتعرفوا كانوا يعجنوا العجين من بالليل ويتركوه للصبح الفجر، لاني لحقت لما كنت عايشه بفلسطين هذا الحكي عشان ما عندهم خميره. فهلا احنا بنعرف ايش بيصير احداث باهلنا، اكيد بقطاع غزه. يا رب نضل نقول يا رب الله يجبر على قلوبهم، وان شاء الله هي الحرب خلص بأقرب وقت ممكن. يا رب يا رب يرجعوا لحياتهم وبيوتهم وأمانهم اللي كانوا فيه قبل. يا رب اللهم آمين. هلأ صاروا يعملوا هذا الحكي، يتركوا عجينة من العجين اللي عجنوها. صحيح. ويحطوها تاني يوم على العجينة اللي بدهم يعجنوها يخبزوا فيها. صحيح. اللي هي إن أنت بتعمليه بس على طريقة أمهاتنا وجداتنا. صحيح يعني. صحيح. هلأ شوفي هون في عندي 100 مل مي و100 جرام طحين. رح ناخد من الخلطة اللي 100 وكل يوم نكرر العملية لليوم الخامس. لخمس ايام. بعد خمس ايام. طب انا عشان صحيح. انا دائما بحب البساطه بالامور. اول شيء عملنا 100 جرام من الطحين، 100 جرام مل من المي. صحيح. اسمه بادئ عجين. بادئ عجين 24 ساعه. صحيح. جبت يفضل مرتبانات ولا اي صحن؟ يفضل اي مرتبان زجاجي ضروري. مرتبان ويكون مغلق. هلا احنا بنحاول نخلي الغطاء ما يسكر على الاخر، لان بتعرفي رح يصير يطلع ثاني اكسيد الكربون. ويتكون غازات كثير ممكن انه يعني لو كان عندي مرتبان مالوش غطاء عادي؟ لا لازم نغطيها بس ما نشده كثير، ما نشده عشان نسمح شوي تتنفس يعني. حلو. بعدين باخذ من بادئ العجين 100 جرام بضيفهم على نفس الكميه اللي هي 100 جرام طحين مع 100 جرام. والله سهل كتير. بس بضل اعمل هذا الحكي لخمس ايام. خمس يوم بتكون جاهزه. في اختبار للطفو، انه بناخذ شوي من الخميره بنحطها بشويه مي راح تطفو لفوق. حلو. او انا عن نظر يعني مع الخبره العجين الخميره الجاهزه ما فيها مطه ابدا. هي لما تنزليها بتنزل بسهوله لما تكون جاهزه. يعني خليني افرجيهم. فرجينا. احنا هون شوفي هلا هاي جاهزه تمام. هاي قد ايه عمرها؟ خمس ايام. هاي لا هاي عندي بالثلاجه من زمان. اوكي. هلا هاي الابيض جديده كثير، عملت عشان اورجيهم شوي انه فيها مطه. حلو. شوفي كيف رح تنزل معنا بكل سهوله. شوفي حلو. هاي لها فتره صلاحيه بعد الخمس ايام؟
هلا بعد الخمس ايام بدنا نحطها بالثلاجه نحتفظ فيها اذا استخدمناها عادي بالخبز او نحتفظ فيها بالثلاجه خلص طول العمر بنضل نغذي فيها. حلو حلو هيك. وبس بنضل نغذي فيها نفسها يعني ما برجع اعيد من اول بادئ عجين. اليوم عملت هاي الخبزه برجع الكميه اللي بتضل عندي برجع بغديها. حلو هيك بس. حلو والله انا مبسوطه بهالمعلومه. هاي فيها مطه شوي لانها جديده حابه افرجيهم كيف. شوفي هاي قد ايه عمرها؟ هاي يعني اربع ايام بتضل شوي فيها هاي المطه ماسكه. يعني بتضلها شايفه مش زي لما تكون هي جاهزه على الاخر. هلا انا هيك بغذيها 100% وباخذ 100 جرام بس من هذول. هلا بعدين ما بزبط انه كل يوم اغذيها وهي بالثلاجه. خلص انا بقرر انه كل اسبوعين اغذيها كل أسبوعين. اسبوعين بحط لها بس هذا الحكي بعد الخمس ايام. بعد الخمس ايام اكيد. أوكي. لانه هيك بتكون هي جهزت معنا. طب انا عملنا بادي العجين وغديناها ثاني يوم بس كل مره بدي اغذيها بعد 24 ساعه صح بالزبط. على مدار الخمس ايام بالضبط. اوكي والله هو سهل بس بدها هذا الوقت كثير سهل. كثير سهل. أوكي. وبعدين بدي اياها تضل شهر 2 3 بس بغذيها بصير بقعد. احكي لك الخميره الطبيعيه يعني اللي عنده قولون يعني هي اهم شيء انها يعني بتساعد على الهضم السريع. ما في عسر هضم هاي واحد. اثنين مثلا للكانسرات ما بتساعد الخلايا انها تنمي يعني هاي كل الصحة فيها بغض حلو. النظر عن سعرات حرارية يعني احنا كل اشي بناكله كتير اكيد رح ينصحنا صح. بس انه كل يوم مثلا قطعة خبز كتير مفيدة. هي خمائر طبيعية معناته ما بصير نفخة في بطنك 100%. ما بتحس بتقل يعني هلا في ناس كتير هي كمان لحساسية القمح يعني بتكون كتير مناسبة الخميرة الطبيعية. حلو. إذا أكل كمية بسيطة كتير بتناسب ما بتعمل لهم أي تحسس. بس بنلاحظ كثير اذا بناكل من برا خبز كثير دغري بصير مثلا بطننا يوجعنا وهيك صح بصير عندك تلبك بكوعي. طيب احنا رح نحكي اكثر مش رح ننسى موضوع نحكي لكم شو فوائد الخمائر الطبيعيه بس لانه رامي جاي متاخر وصل نص ساعه بقول لي فاصل ففاصل صغير ورجعي لا تروح لاي مكان وصفاتها اليوم غير شكل. تمام من جديد اهلا وسهلا فيكم بهالحلقه المميزه. عن جد حلقتنا اليوم كثير حلوه وانا فخوره بالشيف روبا لانه عم تعمل افكار اول مره تنعمل هون ببهار ونار. بحب كثير انكم تدعموها. هلا رح نحط لكم صفحتها على الشاشه وكمان رح احط لكم رقم تليفون اكاديميتها. هلا رح تعملي لي الخبز انت صحيح بس قبل ما هاي طبعا قلتي لي ريفيه فرنسيه صحيح هاي ريفيه المانيه صحيح وهن الاثنين من سوردو خميره طبيعيه. طيب قبل ما نروح نحكي بطريقه الخبزه هلا انت كيف بلشتي موضوع الاكاديميه؟ شو اللي اجى على بالك تفتحي اكاديميه وتصير تدربي وتدرسي؟ هلا انا لما كنت اداوم اروح اخذ دورات واشياء كنت اشوف ناس كثير من قربت بتغلبوا كثير بالمواصلات وبالراحه بيجي حتى يتعلموا. اوكي فاجت الفكره من هون يعني انه لازم افتح شيء بس مش شيء عادي لازم يكون مع شهاده معترف فيها ويقدروا يسافروا لبرا يعني طلاب يصاروا برا الاردن وجوا الاردن. حلو انت بتوفري لهم فرص عمل ولا صراحه ما بتركهم يعني بتعرفي زي اي تخصص في حدا بيكون سفاح في حدا وسط في حدا يعني شوي بيكون عنده صغير بالعمر بده لسه خبره فكل واحد على المستوى. طب واللي بتدربوا عندك بتساعديهم يشتغلوا باوتيلات يشتغلوا مثلا بتحاولي انه تساعديهم بموضوع فرص العمل؟ طبعا اصلا يعني ما بيضل عندي حدا قليل كثير اللي بضل عندي مش متوظف بقربت يعني صارت عمليه انقاذ يعني الحمد لله. هلا فتح مطعم جديد اخذ 40 واحد هيك فجاه كلهم ما ضل حدا ما شاء الله. طيب ايش اسم الاكاديميه ربا؟ خطوات الابداع الاردنيه. خطوه وقد ايه سنه عمرها؟ صار لها 3 سنين وشوي. ما شاء الله بس اسمه هلا حطي لي مروه لو سمحتي اسمها على الشاشه ورقم تليفون الاكاديميه للي حاب يتدرب عندها. انا بقول لكم فوتوا على صفحه ربا شوفوا ليفل الاشياء اللي بتعلموها يعني بتعلموا اشياء كثير حلوه. هي شيف اندرسكور ربا اندرسكور الزعبي بدي اياكم تعملوها فولو وكمان رح نحط رقم تليفونها على الشاشه اللي هو رقم تليفون الأكاديمية. الناس اللي حابة تدرس أو تتعلم أو تأخذ دورات 079-590-5858. فكل حدا بيسألني 8-5-8-5 590-5-5 محفظة أنا هيك نقلني. فهلا اللي بده يسجل لازم يكون حدا موهوب ولا أي حدا بيقدر يتعلم طبعا؟ بالعكس لا هو لازم العمر يكون فوق 17 بس لازم يكتب ويقرأ ضروري يعني ضروري يكتب ويقرأ لأنه الشيف المتعلم المعلومات يعني في ما بيكون مثلا زي ست البيت يعني لازم يكون عنده معلومات علمية هايجين أشياء معينة حتى هو يشتغل بكل سهولة. حلو صحيح جميل. طيب نروح ناخذ مقادير الخبزة.
تمام. ناخذ مقادير خبزه تسوي، اخذنا مقادير العجين الخميره احنا يا جماعه. هي نفسها الخبز اللي طلعناها، لانه الخميره هي فهم اكثر. فهم اكثر. طيب خلاص لعد، يلا تفضلي رح نعمل خبزه. هلا شوفي المواد قديش كثير سهله. شوفي طحين، مي، ملح، خميره. حلو. ما في انا ببتسم لانه المخرج بيقول لي قلت لك فاصل، انا قلت لك بلشي، فاهمه؟ لا بلشي. فأنا بحكي لك المواد مش مكلفة نهائياً. حلو. بيقدر أي حدا يطلع هالخبزة هاي اللي بتشهي بمواد كتير بسيطة. حلو. بس أهم إشي إنه هذا الخبز ما بيزبط مثلاً بطحين متعدد الاستخدامات. طحين إيش؟ لازم يكون عالي الجلوتين أو البروتين. لازم بدي يكون لسه مكرر أكتر، يعني زي طحين الزهرة بزبط ولا برضو أعلى؟ هلا احكي لك، احنا بنقرا كم النسبه على اي شركه. أوكي. اذا كان البروتين فوق ال 12.5 13. أوكي. هذا بيكون جدا مناسب. حلو. هلا كثير حلو، بدي احكي معلومه، لما اروح على السوبر ماركت اذا بدي اعمل حلو لازم الجلوتين كثير خفيف، واذا بدي اعمل مخبوزات لازم الجلوتين كثير يكون عالي. فانا يعني الفكره انه لما اروح على السوبر ماركت اكون عارفه لايش انا بدي اشتري. هاي مخبوزات ولا اللي قصدي الطحينه؟ قصدي فوق ال 12 لكيك المخبوزات. لا مش للكيك اكيد. اوكي. فالكيك بدنا اياه يتقطع بسهوله. أوكي. ويكون الجلوتين كثير ضعيف. شايفين لما تعطوا الموضوع للناس اصحاب الخبره هيك بيكون الموضوع. هلا هاي المانيه، هلا هيك هي ريسبيات بتعرفي، بس كلهم نفس الطريقه. انت رح تعملي لنا هاي. هاي اللي هي اللي اكثر شهره. صحيح. اللي اكثر شهره هاي. صحيح. الفرنسيه، الريفيه الفرنسيه. صحيح. طب ايش اختلاف هي ريسبيات بتعرفي؟ هلا عندنا نسبه الرطوبه هون شوي عاليه 700 يعني. فهي ريسبيات حسب كل ريسبي، بس النتيجه هي يعني. حلو. طيب ايش رايك نطلع فاصل صغير عشان اخليكي تبلشي فيها وتضلك مستمره فيها؟ نطلع فاصل صغير ورجعين، ما تروح لاي مكان لانه هتبلش تعمل خبز بعد الفاصل. يعني بدي اقول لكم اهلا وسهلا بحلقتنا اليوم. والله حلقتنا اليوم فيها معلومات كثير حلوه من الشيف روبا. وقبل شوي بتعرفوا كنت بحكي لكم عن الاكاديميه، بحب بتقولي امتياز شكرا لانك حكيت عن الاكاديميه. بقولها بالعكس، يعني انا دائما فخوره بكل سيده اردنيه منجزه عم بتحاول تعمل لحالها اسم، عم بتحاول تبني جيل جديد عامل ياخذ خبره، تساعد بتوظيف ناس لازم ينحكى عنها الصراحه. مش انه هو انه انا بقولها حابه احكي لانها هي صاحبتي او لاني بعرفها، لا والله، لانه هي عن جد تقدر، والاكاديميه تبعتها عملتها عشان تخفف عن الناس. صحيح. لانه احنا بنعرف الاكاديميات الكبيره. صحيح. المعروفه. صحيح. جدا اسعار كثير عاليه لحتى تروحي وتتخرجي منها، بيعملوا لك امتحانات كمان. واختبارات. صحيح. والمسافات. صحيح. فانت عملتي شغلي اول مره تعمل بإربد. صحيح. صحيح. فأكاديميتك هي أول أكاديمية في إرباد. حتى يعني كيف بدي أحكي لك، هاي السنة حطوني هيئة تطوير المهارات إني أنا قصة نجاح لهم من الأكاديمية. يعني إشي كان كتير حلو، كل الشكر لهم على تعاونهم، كيف دائما إنه نتطور. حلو. جميل. طيب إحنا في عنا أسئلة. والله بدي أسألك بس سؤال قبل ما نروح لوصفة الخبز. كانت هنادي عم تسألك الخمس أيام، أعتقد إنه جاوبت عليه، بس رح يا رب أرجع على إيه اسم الله، لأنه محبينك كتار. أنا بس طلع والله أورجيكم قلوب حب قلوب حب قلوب حب. كانت بتقول لك انا ما لازم اخذ عادي لو اخذت منها خلال خمس ايام الاولى. لا، ما بتكون جاهزه. هنادي ارجعي اكتبي لي الاسم للسؤال لو سمحتي. الا اذا حطت قطعه اناناس بس بتسرعها. بتقول يعني لو تركتها خمس ايام بدون ما اخذ منها ما في مشكله، هي مش لازم تاخذ منها قبل الخمس ايام. صح. يعني بعد الخمس ايام تكون جهزت خلاص. فانه الا اذا حطت حبه اناناس فريش قطعه بتسرعها. قد ايه بتاخذ اذا حطينا ايش؟ يعني ثلاث ايام. هي فيها سور يعني حامضه. فبتسرع. انت بتعرفي يعني خميره البيض. بدي اخذ عندها شويه دروس انا للست. يا اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. طيب خلينا نبلش بالعجينه. شوفي العجينه ما بدها عجن ولا خلاط ولا اي شيء، كثير كثير سهله. حلو. كثير. انا راح احط المي هون، عندي نسبه الترطيب 700 مل مي. مي دافية. لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة أو على برودة شوي، لأنه إحنا بنحتفظ بالعجينة. لأنه المخرج صار بده يتعلم الخبزة، ومروة كانت تتعلم الخبزة. إيش يعني ترطيب بقولوا لي؟ الرطوبة فيها نسبة المي بالطحين. بالطحين. تمام. يعني قد ايه معيار لمعيار مي مقابل طحين؟ هلا في نسبه بتكون مثلا 600، بنحط 600 مل. يعني في نسبه بتكون العجينه كثير جامده. هلا انه قد ايه بدنا نحط سوائل للطحين؟ هيك بنقصد فيها. هيك حطينا 700. 700 قد ايه بناخذ عليهم طحين؟ كيلو طحين. كيلو طحين هو 1000 جرام بالضبط. هلا انا قبل ما احط الطحين راح احط
200 جرام من الخميرة الطبيعية. هون عندي أخذت من الخليط بين الأسمر والأبيض. حلو، أدي بتاخدي من الخميرة. هلأ كل 10 جرام من الخميرة الفورية مقابلها 100 جرام من الخميرة الطبيعية. فعلنا 1000، رح ناخد هون 100. لا هون أنا 200 حاطة، هي الرسبيات بتختلف. من أوكي. لأنه والله بيجيكي أسئلة كتير منيحة. على فكرة هنادي هي شرحت بالضبط كيف تغذيها، بس بدك ترجعي تحضري الحلقة من أولها. الحلقة بضلها موجودة على صفحتنا على مان تي في أوفيشال، بضلها موجودة كمان على صفحتي على الفيسبوك كمان شف امتياز جتاوي. والناس اللي بسمعونا على راديو فن أكيد بوجه لكم تحية عم تسمعونا على راديو فن، بس بدي إياكم تنضموا لنا هلأ على صفحاتنا على السوشيال ميديا لحتى تحضروا الحلقة وأنتوا بالسيارة صوت وصورة، وكل اللي بيحضرونا كمان على شاشة عمان تي في كمان بدي أرحب فيهم جميعا. يلا هلأ بعد ما حطيت المي والخميرة الطبيعية رح أحرك أدوبها بالماي. حلو. وبس أحط الطحين. بس كله تحريك بس، لا بدي أعجن ولا المعقد الأمور. هلأ أحكي لك في شغلة كتير مهمة. أول 3 ساعات أضل أعمل مد وطي، يعني بمسك هيك وبتنزليها. هاي الحركة بتقوي الجلوتين عندي كتير. حلو. يعني برضو بهاي العجينة ولا بكل عجائن تقصدي؟ كل السوردو اللي هو بالتخمير البطيء، يعني التخمير البطيء ما في عجن ولا خلاط ولا أي إشي، بس منضلنا مثلا زي الفوكاشي زي البيتزا الإيطالية. أنت بتشوفي قديش هي هشة. أنا رح أحركهم بإيدي، رح أحط الملح. ملح. حلو. يعني إحنا بنقدر نحصل على خبز بشهي، بس هي عملية تكنيك بس. حلو. طيب أنا لأنه بيجيكي كلام كتير حلو، والله مش عارف أشوف الوصفة ولا أحكي لها الكلام الحلو. أنا إذا حكيت بعجبهمش وإذا سكتت بعجبهمش. الله يسعدك. الله يسعدك. في إجاك تعليق حلو بسرعة، اسم الله التعليقات عم بتروح مش عم بلحق. راح التعليق الحلو، بقولي والدتي فخورة فيها. حبيب ابني ممثل كمان. والدتي فخورة ابنك. حبيبي قد عمره؟ يعني 28. يي لا اسم الله بتمزحي. لا بلا فكرت لي ابني. لا ابني. ابني لا. والثاني ابني صيدلاني، وبنتي الصغيرة سنة ثانية محاسبة. عن جد عم تحكي؟ الله ما شاء الله. اسم الله اسم الله اسم الله. الله يحميكي ويخلي لك اياهم. لعاد حبيبي بقول لك يا والدتي فخور فيها. انا فكرته بيحكي عن حدا بيحضرك او من متابعينك وكذا وهيك، عرفتي كيف؟ الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك. مين فيهم موهوب بالاكل؟ بالطبخ. هلا بنتي درست الدبلوم الطهي واخذت الشهاده. معك ولا في مكان ثاني؟ لا بالاكاديميه. بالاكاديميه الحمد لله. حلو. طيب هلا هيك العجينه عشان شوفوها هيك صارت جاهزه بهي السرعه؟ بهي السرعه. هلا كل ما علينا بس نصير كل نص ساعه نعمل مد وطي. طب المد وطي انكم ترفعوا العجينه لفوق وتنزلوها. هلا رح افرجيهم لانه خلال الحلقه رح افرجهم لانه بدها 24 ساعه برضه. هلا بعد ما الجلوتين يقوى وتصير معي عجينه مش هيك يعني مفتفت الطحين. حلو. بخليها لثاني يوم بالثلاجه. ضروري بالثلاجه. شوف ربا اسمحي لي اني هسرق الوصفه منك، وقريبا جدا هصورها على السوشيال ميديا والله وانسي بلا ستربع لانه اسم الله. الله يسعدك. عم بطلع وراي بتقولي انا جايبه واحده جاهزه. ثاني يوم رح تلاقوها هيك صارت. بصير تخليها. شوف ربا الله يخليكي هي اللي عملتيها. طبعا عشان بس نوجيهم. ما شاء الله. وحلو انك انت مستخدمه هدول زي التبرويرات. انا دائما بحب استخدم البوكسات عشان انه يعني يضلوا بنفس المكان. رح اطلب منك طلب ترجعي تحكي لنا ايش حطيتي للخبزه هون. خبزة السوردو اللي هون. وهون بعد قد ايه وقت صارت معي بهذا الشكل؟ تمام. هلا هون احنا بس حطينا المي والملح والطحين. أوكي. والخميره الطبيعيه. الخميره الطبيعيه اللي مغديتها 5 ايام. لا. عشان لا 5 ايام او أكثر. عندي يعني ضلت جاهزة. بالثلاجه. اوكي. حطينا لل 1000 جرام من الطحين 700 ملل مي. اوكي. و200 جرام من الخميره الطبيعيه و10 جرام ملح. انتم كتبتوا لهم اياها. كتبنا لهم المقادير. صحيح. بعدين بس لميتيها لم. خلينا بس لم. هلا كل نص ساعه بدي اعمل مد وطي، رح تشوفوا النتيجه واحنا بالحلقه. كل لمده 24 ساعه. لا يعني 3 ساعات بس. او اعمل المد والطي. المد والطي كل نص ساعه. هلا حتى قبل رح تشوفي انه رح يتغير قوامها. هلا كمان شوي. هلا بحطها بالثلاجه لثاني يوم بيكون هيك صار معنا. فبتحطيها كمان بالثلاجه هي. حتى لها هيك ريحه حلوه. هي هاي ريحه الحموضه. كثير طيبه يعني. هاي خبزة التوابل. شوفي لو انا عامليتها باي نوع طحين مش صح او اشتغلتها غلط رح تهبط بسهوله. سمعتي زملائي بداني ولا لا؟ لا والله ما سمع. عيدوا بس علوا صوتكم عشان اسمعها. اسمع قربي قربي عيدوا. عم بقولوا لك واو. الله يسعدك. طيب هلا هاي بعد 24 ساعه. اول 3 ساعات ضليتي تعمليها مد وطي. صحيح. هلا رح بعد 24 ساعه بالثلاجه بتكون هيك. هلا من 18 ل 24 عادي لما نشوفها انها صارت جاهزه. حلو. هلا شو بساوي؟
عشان اشكلها بالشكل الحلو. هلا احكي لك، شايفه هذا طحين رز اللي من فوق، وانا بشكل ما بصير احط طحين عادي. الله. ليش؟ لانه بينحرق وبيعطيها لون مش حلو، هذا بيعطي قرشه هيك. فاذا انا حاطه على الوجه لما اجي اشكلها هلا، وبدي ارش شوي قبل ما انزلها، وإلها طريقه معينه حلو بالتشكيل، وبعدين رح نحطها ب طب شكلي لنا اياها، تفضلي. تمام، هلا برش شوي من طحين الرز. حلو هيك. والله تشوفي شو عم بيجيكي، كلام كثير حلو. شريفه مين بتكون طباخي؟ حلقة مميزة جدا بوصفة كثير حلوة عم بتقول لك. الحمد لله. كثير والله عم بيجيكي كلام حلو. عطا الله ابو محمد تعليمات بقول لك روعة روعة اللي عم تعمليه. سعاد عم تقول ما شاء الله رائعة. طبعا في كثير ناس عم بتفوت عم تحكي عن الأكاديمية مرة ثانية. شف ربا، ايش اسم الأكاديمية تبعتك؟ أكاديمية خطوات الإبداع الأردنية. احنا ما بنحكي بس إنها بإربد، الناس اللي من جراش، الناس اللي من غمتان، عندنا ناس من عمان بتدرس. ومن عمان حلو حلو. لازم يجوا كل يوم ولا بيقدروا يظبطوا وقتهم؟ هلا في ناس مثلا اللي بجراش بياخذوا سكن 4 أيام الدوام وبيروحوا بالويكند. حلو. هلا بدي افرجي العجينه رامي، معلش تاخذ لنا اياها. الله يخليك. طلعوا هاي الخبزه اللي هي هلا هاي العجينه. صحيح. حلو. هلا إلها طريقه تشكيل معينه لازم نعملها، يعني مش لما تكون غلط بصير يحكوا لك خايف تروح الغازات وخايف تهبط وخايف. لما تشتغلوها صح رح تطلع معاكم صح 100%. حلو. كيف؟ كانه بنخيط احنا هيك. شوفي كيف قوية، كأني بخيط يعني، أو بجدل جدولة كأنه. أيوة بالضبط. شوفي حلو. الجمال تاعها يعني. أنا ما بكون خايفة إنه تنزل الغازات وتخرب، ما بكون خايفة. ما رجعتي عجنتي لا، ولا هنا بكتم العجين كتم تام وبتصير كتير قاسية معي. حلو. فأنا هلأ برضو رح ألفها بهاي الطريقة. شوفي كيف بعد ما خيطنا هيك رح أعملها بهاي الطريقة. الله. ورح تكون معي جاهزة. جميل. انت وين تعلمتي هدول القصص شيف ربا؟ اكيد انت هي قلت لكم هي دارسه شيف، يعني هي اختصاصها شيف وماخذه كثير دورات، بس اخذتي دورات خاصه للخبز ولا مع التجربه ولا ايش؟ مع التجربه. مع التجربه. شوفي كيف مستحيل تهبط، يعني لما تكون معاكي 100% مستحيل تهبط. طلعوا اسمها رامي قد ايه هيثم نقدر ناخذ اذا هن شايفين الفقاعات؟ صحيح. اللي مبينه وما راحوا شايفين كيف طلعوا. احلى شيء انه يكون من جوا هذا الفقاعات، هاي بتكون دليل على نجاح العجينه. حاليا انا مستمتعه بالحلقه، اتمنى كمان اللي بحضرونا والله العظيم انكم تكونوا مستفيدين، لانه جميل انه ناخذ هدول المعلومات. صحيح. اللي احنا عن جد حلو الواحد يجرب ببيته. طبعا اللي بروح بشتريها من المخبز بدينار امتياز وبدينار ونص. صراحه اللي بتجرب الخبز هذا وقديش هو طيب ما بيعود، يعني بيحكي بعملها وبتركها لثاني يوم بخبزها. هيك باوروبا هيك يعني. صح. يعني دائما بخبز. ليش اسمه خبز ريفي؟ صح، عشان بالبيت بتضلها عندهم يعني طول الاسبوع انه ياكلوا منها. وهيك تروحي انت بتسافري لك على شيء بلد يا جماعه اوروبي، بيروح ببيعك القطعه والله ما ببالغ ب 10 دولار وبدهنون لكم عليها شويه زبده عشان انت تكون اسمك. صحيح. يعني فرنسي. صحيح. عارفه وهي. صحيح. شو كلفات ولا شيء؟ ولا شيء. صفر صفر يعني كيلو طحين 85 قرش. صحيح. هي كلها كيلو طحين. اقل ما فيها انا قاعد باكل شيء صحي. انا بتعرفي كثير شيء بضايقني لما بعلم الطلاب، لما حد يحكي لي انا بشتغل شيف وبدي اتطور ويحكي لي بستخدم محسنات بتضايق كثير، او شحمه كيك او هلا هيك بعمل بالمخابز صراحه، يعني هي لها تاثيرات كثير سيئه على الصحه كثير. المحسنات الخبز ومحسنات الكذا، وهو عشان هيك لما تاكلوا هو مش المشكله بنوعيات الطحين قد ما المشكله بالاشياء اللي تستخدم. صحيح. مع الطحين. صحيح. وبعدين يعني كيف بدي احكي لك كثير سهل ومش مكلف وبيقدر اي حد يعمله. حلو. طيب احكي لك كيف شكلها. بدي اجيب انا، جابوا لي الصبايا عسل لانه قلت لهم بدي عسل وزبدة عشان اعتبر حالي من فرنسا. يعني جابوا لي كملي كملي ربا كملي احنا عادي. طيب. دارنا يعني. هلا في سر كثير كثير بسيط حتى تنجح معي العجينه وتكون نافخه. السر هذا هو بالستيم او البخار. بالستيم او البخار يعني. ما بتحطيها بالفرن. هذا سر. لا بدنا نحطها بالفرن احنا اكيد، بس يعني اذا ما في بخار ما راح تعطيني النفخه اللي راح اخذها. هيك ما احلى. يعني انا شو بعمل؟ هاي مخصصه للخبز. بحط ثلج هون حتى يكون البخار داخلي. بتحطي ثلج تحت ورقه الزبده. بالضبط. حلو. فلما احطها بسكر عليها وبدخلها الفرن على درجه حراره عاليه. طب بتسكري عليها بغطايتها؟ بغطايتها. طب نفترض السيدات، هي طبعا هاي شيء للبيت يعني، هاي للدجاج لحمه كذا بدها تستخدمها. اذا عندنا طنجره قديمه وفكينا ايديها اكيد بيزبط. حلو. يعني بيزبط اكيد.
والله هلا. لا احنا عندنا بتعرفوا يعني انا اخرين اوجي مي طنجره عنا اياها من الرويال من دريم هوم اللي هي اصلا بتفوت فرن. صباحي انا بدي اعرف وين غطايتها، نفسي اعرف غطايتها وين. ايوه هاي بالزبط. هاي مثلا بتفوت فرن فعادي بقدر اعملها مدوره مش شرط اعملها طبعا. المدور والبيضاوي كله خبز ريفي حلو، بحط ورقه زبده صحيح تحته مكعبات ثلج ثلج وبندخلها بنغطي عليها اول نص ساعه بعدين بنكشف عليها حتى تتحمر نص ساعه كمان. طيب فاذا هي بتحتاج بس من غير ما اشعل من فوق الفرن شعل عندي من تحت وادي حراره اول شيء بفضل 200 220 حسب نوع الفرن اوكي بعدين بنزلها لل 180 او 190 حلو حتى تتحمر. بس هاي كمان اذا ما شرحتها انا يعني بصير تفتح من تحت وبصير منظرها مش كتير حلو فانا لازم يعني اعمل فيها اي شكل. فهو له سبب انها مشرحه بهاي الطريقه مش فقط من باب المنظر حتى تطلع الغازات من هون وما يخرب شكلها عندي. طب خلينا ناخذ بس طريقه التشريح يا رامي قبل ما نطلع فاصل لو سمحت تفضلي. هاي راح بس هيك ها هيك ما احلى. بشوف ناس هلا اللي خصوصا الاجانب بس يعملوها اللي هي ببلادهم وهيك بتفننوا رسمات كثير واسماء بس كتير. صراحه اللي عملتها ربا احسن من اي مكان اكلتها في اي مكان سافرت عليه لانها مش ناشفه. لا هي حتى طرية. حتى ثاني يوم اذا بدك ترجعيها انه بتراوت اول يوم بس نرش شويه مي بخاخ من الفرن ونحطها بترجع جميل. او دائما انت بتعرفي انهم بحمصوها بالزبده بحمصوها صح. يعني هون عندي ثلج انا راح احط قطعتين ثلج او هيك هيك راح احط كمان. هلا هي لازم نحطها شبك اللي بالنص شفروبة او اللي تحت تحت على النار او اللي بالنص هيك بس بتاخذ معي 30 دقيقة وهي مغطية وهي مغطية برفع الغطاء بتكون كمان 30 دقيقة بس لونها ابيض اوكي بعدين بنحمرها ولا مرة بحط النار من فوق دائما النار من لا تحت لا لازم من تحت بس انه الفرن يكون. والله يسلم ايديك بدي اورجيكي حالي وانا فرنسية يا سيد رامي قبل ما نطلع فاصل لانه بتعرفوا انا هلا رح اغطيها هيك شوفي شوفي بالله المنظر الله يخليك يا شيف ربا يعني هذا من ابداعاتك بس احنا رح ناكل ونبين انه احنا من فرنسا. حابه اشوف رايك بالطعم كمان. اسمعوا هي رح ادخلها بدي اورجيهم اياها بس كيف طلعوا طلعوا بالله طلع يا رامي هالمنظر. اللي بده يشوف اكلات وصفات الشيف ربا اللي هي الخمس نجوم فوتوا على صفحتها على شيف او انت شيف اندرسكور ربا اندرسكور الزعبي وبعد الفاصل رح نحط لكم رقمها اكيد للشيف ربا. طلعين فاصل من جديد مره ثانيه بدي ارحب فيكم بحلقتنا. حلقه اليوم كثير مميزه فيها معلومات كثير بس انا وربا عشان حكينا كثير عن الخميره وعن الخبز بدنا نروح على وصفه الكوكيز على طول. رح تعملي لنا هدول الكوكيزات الحلوين. انا خلص على فكره كل شيء خربته والله اني اكله عشان ما يظلموني دائما ظالميني دائما على كل شيء ظلمي بقولها لما قالت لي هلا عمرها بقول لها لازم تنزلي السبب والسر انت لازم فهني بقول لها ديري بالك ديري بالك هلا بنحسدك لا هاي الوصفه ميني كوكيز ساندويتش بس طلعوا منظرها كيف شوفوا احلاها يعني بنشوف كثير بالمحلات هيك اشي وكيف طعمها دقتيها بتجنن 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 شوفوا شوفوا الطراوه انا مش خلصه منكم اليوم ايش في على فكره بكره دور دينا هلسه اوكي يا قطيش البول بتموت تموتي تضلك تفعصي وتخربي طب كل بتاكل. طيب خلينا نروح على مقاديرها اول شيء من على الشاشه لو سمحتوا تمام هلا لا ميني كوكيز ساندويتش بالبندق رح نحتاج لاربع بيضات كوب من السكر البني كوبين من الطحين متعدد الاستخدامات نص كوب من الكاكاو الخام معلقه صغيره من كربونات الصوديوم وعندنا 3 ارباع الكوب من السكر الابيض نص معلقه صغيره من الملح الصخري ومعلقتين صغار من الفانيلا كوبين بندق مجروش خشن وكوب زبده وكوبين من اي نوع شوكولاته تفضلي. كل انواع الكوكيز تقريبا نفس الطريقه انه بنخلط النوعين سكر حلو مع الزبده طبعا سكر البني هو مفعوله زي العسل زي طب انا لازم اسالك عن سكر البني لانه دائما الناس بتحب توضيح للسكر البني بالذات موضوع الكوكيز تمام اكيد هو بزبط بالسكر الابيض بس طبعي. ايش سر السكر البني بخليها تشوي خليها طري. هلا الكوكيز الامريكي غير عن السبليهات السبليه زي التارت لازم يكون فيه طقه وقرشه صح الكوكيز الامريكي لازم يكون تشوي اذا صح. ما كان انا ما بعتبره كوكيز يعني مزل. لازم يكون فيه طراوه زي ما عملتي هلا صح
فهذا سر السكر البني. السكر البني او العسل او بيعطوا هذا الشيء او الحليب المكثف المحلى بيخلوا الشغله فيها طراوه. طيب انا بدي احكي لكم شغله، كونه بنحكي عن السكر اكيد سكراتنا من شعبان، وشعبان بربحكم كل يوم 100 دولار، بس لازم اذكركم يوم الخميس ان شاء الله هلتقي انا وياكم بالعقبه الساعه 8 المساء مع او بالشعب مول. بحب التقي فيكم كلياتكم هناك، لحتى معي جوائز نقديه عينيه، معي كهربائيات، معي تلفزيونات، خلطات، عجنت، والله معي كثير تفاصيل حلوه. فكل وهي اول ايفنت اعمله بالعقبه بشكل فعلي. انا المره الماضيه قبل سنتين لما رحنا عملنا انا ومجموعه شعبان كان اكثر تصوير مع شيفات، فانت وعائلتك معزومين على هذا الايفنت. اذا انت كنتي شيف او كنت انت شيف بنحب انك تيجي تعمل معنا مسابقه الطبخ. اذا انت وزوجتك كنتوا تتحدوا مع بعض بحب انه نلتقي فيكم، لانه رح يكون معنا هيك شيء كثير حلو. فبتمنى اني اشوفكم كلياتكم بالعقبه يوم الخميس هذا على الساعه 8 بالشعب مول يا جماعه، فنلتقي هناك ان شاء الله. تفضلي حبيبتي قولي لي يلا. هلا رح ننزل نوعين السكر، الابيض والبني. هذا شوي فيه رطوبه، هو الاحسن اللي فيه رطوبه. طبعا اكيد. هلا هذا فيه بيكون غامق وفاتح، يعني عادي ما بهم ايش. وانت عشانك حاطه فيها شوكولات بالذات بهاي الوصفه عادي. صحيح. هلا هون عندي انا بصراحه زبده المراعي كمان كثير مميزه يعني، فهون انا رح تكون بدرجه حراره الغرفه. حلو. هلا انا للكوكيز بحب انه استخدم نوع زبده وهي بالثلاجه، اذا بعمل فيها هيك بتكون طريه حتى تضل الكوكيز. حلو. طيب بدي احكي لكم شغله عن ربغ، عن المراعي. ربغ اكيد كمان مع مجموعه المراعي، وانا فخوره برضه فيها بهذا الموضوع، وفخوره انه انا تعرفت على ربغ اصلا لما سافرنا عزبتنا المراعي على السعوديه. صحيح. فالحلو اللي كان في هاي السفره انه اجتمعنا بشفات. صحيح. جزء بالاسم بنعرف بعض بس بنعرفش بعض. صح. على الصعيد الشخصي او ما اشتغلنا مع بعض وهيك، فكان هذا احلى لقاء. صحيح. جمع مجموعه جميله جدا من الشفات في المملكه الاردنيه الهاشميه. صحيح. فدائما بضل اقول المراعي جابوها يعني بطريقه كثير حلوه. صحيح والله. قد ايه حطينا جرام؟ هلا حطينا 226، احنا كتبنا لهم المقادير. حلو. اول شيء رح اعملها بالوسك شوي، وبعدين اخر شيء رح اخلطهم بالايد. بالايد يعني لما تضيفي البيض بضلك تخلطي. مزبوط. حلو. هلا بنضيف البيض بالتدريج، بيضه بيضه، وبنخلط. جميل. بالاخر انا رح اخلطهم بايدي حتى يعطيني، يعني ما في داعي ابدا للخلاط. حلو. ربا لما تزوجتي كنت تطبخي؟ هي اولادك بيحضرونا اليوم وزوجي. والله شوفي انا اصغر وحده ببيت اهلي. اوكي. فكنت ما اطبخ ولا اعمل شيء ولا اساعد حدا. لما امي عزمتها حكت لو اشوفها بعيوني ما بصدق. بس هاد بعد ما تزوجتي باول عزومه. صار الكل بس اعمل عزومه يصيروا يحكوا لبعض، يعني هل انه طبخت لنا كذا. صار عندي شغف مش طبيعي يعني. حلو. هيك كان حماي الله يرحمه يضلوا يحكي كل ما اعمل عزومه انه كيف بتكون العزومه. كثير هي لانه كمان روحها حلوه ونفسيتها حلوه. لسه كنت احكي انا وياها تحت الهواء، روحها حلوه ونفسيتها حلوه، فسبحان الله بيمشي على الاكل، بيمشي مع الناس. بصير كل شيء جوا قلبك بعكس على وجهك. صحيح. دائما انا بحكي دائما الانسان من وجهه بتقدر تعرف هو سيء منيح طيب. صحيح. كريم خير والله من وجهه. والله في منه. صح ولا لا؟ صحيح. طيب انا سالتك هذا السؤال عشان برضه الشفات اللي بيحضرونا، الحمد لله البرنامج نسبه كثير عاليه من الشفات بيحضروا، نسبه كثير من السيدات والصبايا. برنامج مميز اكيد. حبيبتي دائما بيسالوا أهم يدرسوا ولا أهم موهبة وشغف؟ بصراحة الدراسة. وانت أحسن من يجاوبنا لأنه اسم الله هي شغف ودراسة. طب أنا بدي أسألك، هل يستوي المتعلمون والذين لا؟ يعني شوفي زمان ما كان متوفر. بس هلا الدراسة غير كل إيش بتفيد. لو نقول هلا عنا الشيف يعني شوفي أنا ما بحب حدا أسأله ليش عملت هيك يحكي لي هيك تعلمت، بحب يجاوبني جواب علمي. هيك تعلمت. انه يعني تعلمت هيك من شيف انه هيك. ما في جواب دائما انه بيكون عن علم. اوكي. احنا حلو لما نعلم انه نعلم، لما بحط هيك لما بعمل هيك في اجوبه علميه. حلو. وكمان مهم كثير موضوع الهايجين. الهايجين اذا تعلموا الشيف كيف اللحيه، كيف يلبس، كيف يكون محافظ على نظافته، وهذا كله بالاكاديميه انت بتعمليه. طبعا. بروح احط لي رقم تليفون الاكاديميه كمان للناس اللي حابه تستفيد، خصوصا الناس ساكنين بالشمال المملكه او الناس كمان من الوسط اللي بيدوروا على شيء مميز، بيدوروا على شيء بيناسب وقتهم. هي رقم الاكاديميه صار معنا على الشاشه 079 590 85 85. اي حدا حاب يستفسر او تبعته لصفحه الشيف روبا اللي هي الشيف اندرسكور روبا اندرسكور الزعبي. اليوم عندك اسم الله يخلي لك اياهم ويحمي لك اياهم ثلاث اولاد. صحيح.
بحبوا ياكلوا من ايد حدا ثاني؟ طب لا بحبوا. هلا بالاكاديميه الشيفات ما شاء الله عندنا فريق عمل يعني رائع، فاكيد بحبوا مني ومنهم. بحبوا يعني بجربوا؟ بجربوا. مش انه ماما اكلك اذكى اكل، ماما انت كذا، ماما مش ذاك فلان. بالعكس، لا بحبوا اكلي وبحبوا يجربوا يعني من حد ثاني. بالعكس زي حالاتي، لانه اكيد مامتهم زهقتهم الحياه زي حالاتي. لا تجارب ودوقون. هلا انا رح اضيف كربونات. اول شيء عدينا شو ضفتي؟ هلا انا حطيت السكر الابيض والسكر البني. اوكي. وبعديها حطينا البيض بالتدريج. جميل. هلا رح انزل الفانيلا. حلو. ما بعرف اذا في معلقه صغيره. اذا يبغوا يسمعوك دريم هوم جماعتنا. أيوة. سبحان الله بالصدفه طالعين على الشاشه. هون رح احط كربونات الصوديوم. تفضلي. وهلا انا دائما بفضل الملح الصخري باي نوع حلو حتى ما يذوب ويصير انه طعم الوصفه مالح على مالح، هيك انه يكون بس انه بيعادل الطعم شوي. حلو حلو. وهون رح نحط الفانيلا. انا هون انت بتستخدمي فانيلا فريش؟ يعني فريش او في اسانس بيكون شوي ثقيل. حلو. لانه الفانيلا الفريش مش دائما متوفره. حلو. وهون رح احط انا المواد الجافه، وهيك بتكون خلصت الوصفه. والله سهله يعني. كمان على ايدك على السريع وبتشهي كثير طيبه. هلا كاكاو. حلو. هلا انا شوي رح احرك بس بايدي. بسم الله، الكميه اللي انت عملتها بتعمل الكميه فيها البركه. هاي الكميه عملت هدول الكميه يعني. طبعا يعني انت تخيلوا ما بدكم اياهم ساندويش بس لحالهم بيطلع كميه كبيره. بسم الله 100%. هلا انا بس هيك احركهم يتجانسوا المواد مع بعض، بتكون الوصفه خلصت. في سر بسيط لكل انواع الكوكيز، لكل انواع الكوكيز، انه تنحط الصينيه بالفريزر بس 10 دقائق حتى الزبده تتماسك شوي، تقدر تشكلها ما تفرد معنا بالخبز بس. حلو. طيب بدي ارجع احكي لكم عن دريم هوم، لانه عم تشوفوا التفاصيل الحلوه اللي عم تستخدمها. هي صراحه والله جايبه اشياءها معها، بس كل الاشياء اللي هي معها من مطبخنا اكيد موجوده بدريم هوم. ارجع اذكر لكم دريم هوم لهم 3 فروع حول المملكه في المدينه المنوره وبالزرقاء وبطبربور. دريم هوم هلا عاملين عروض كثير خاصه وكثير هامه عشان العيد، فما لكم هلا غير تمسكوا حالكم وتروحوا على اقرب فرع لكم لحتى تاخذوا اللي انتم حابينه. عجناها بعدين هتحطيها بالفريزر 10 دقائق. لا بعد ما اشكلها. بعد ما تشكليها تحطيها 10 دقائق. بعدين بحط الصينيه بالفرن على طول. على طول. طيب وبس يطلعوا من الفرن بتحطي اي نوع شوكولات ولا بتحطي؟ لا ولا شيء. هلا انا بشكلها مع البندق المجروش. حلو. وبس يبردوا شوي بحشيهم. تحشيهم ايش؟ شوكولاته خام، شوكولاته دهن، شوكولاته ايش؟ انا حاشيتهم جناج. الجناج كثير سهل، انه نحط نص كريمه ونص شوكولاته، نفس المقادير، نسخن الكريمه وندوب الشوكولاته فيها. حلو. او اي نوع شوكولاته دهن هم بفضلوها. ست نوال الزعبي مين بتكون؟ اختي الكبيره. يعني بتقول لك ابدعتي، منوري حبيبتي. والله بتنور هي، بتجنن. الله يحميها ويخلي لكم اياها. الله منها يا رب. وانا دائما بضل اقول بكون كثير مبسوطه بكل حدا بيجي معي عائلته بتتفرج عليه وفخوره فيه. طبعا. وكاني والله جزء من العيله، وبكون مبسوطه بالشخص اللي بيكون معي. ف احكي لي عن دعم زوجك وعائلتك، كيف كان ولما بلشتي؟ لما جيتي تفتحي الاكاديميه؟ لما قررتي تصيري شيف؟ هلا بحكي لك. انا زوجي توفى بال 2018. الله يرحمه. وهو زمان انه انا شاطره كثير بالطبخ، بس كان رافض اني اشتغل. اوكي. فكان عندي شهادات كثيره، كان يسمح لي كنت احضر. كنت دارسه وماخذه دورات؟ يعني كان يسمح لي بس احكي لي شغل لا. فسبحان الله لما يعني توفى كان عندي اولاد 2 بالجامعه وبنتي بالمدرسه، فكان لازم انه اعمل شيء. كيف دخلتي في قرار تفوتي؟ يا الله عن جد انت قصه نجاح غير شكل. كيف اخذتي قرار انك يكون عندك اكاديميه تبلشي تدرسي فيها؟ وخلينا نقول دائما سبحان الله لما ما يكون حدا بيساندك كرجل، خلينا نقول صعب شوي. كيف دخلتي في هذا الموضوع؟ كيف اخذتي هذا القرار؟ هلا اخواتي واخواني واهلي كثير كانوا داعمين ووقفوا معي كثير لما توفى زوجي، يعني كانت كورونا واجت بعديها كورونا وهيك. فبحكي لك انه بعدين انا كنت اصلا اتعلم حابه افتح مطعم. اوكي. لما شفت هاي الغلبه اللي بيروحوا فيها اهل اربد، كان كنت اعرف سيدات وصبايا وكذا، فلا قررت اني افتح هيك اشي ورحت اخذت كل اشي يعني متطلبات وبلشت. حبيبتي قد ايه اخذك وقت لدخلتي هاي الخطوه؟ صراحه لما فكرتي لبلشتي اول ما استاجرت صارت كورونا، بس هو شخص كثير رائع المستاجر منه، يعني سامحنا بتسع شهور كثير. يا رب يسمعها ويسمع كل حدا، لانه كل حدا تضرر من كورونا. صحيح. بس في كان ناس في قلوبها رأفة ورحمه، وفي ناس
طبعا لا زال هو داعم وشخص كثير راقي وابن عالم وناس. طب الحمد لله، يعني والله انا مبسوطه وفخوره فيك كثير، واختك نمال عم بتقول لك احنا كمان فخورين فيك كثير. انا اكثر الله لا يحرمني منهم. انا كثير بنبسط، يعني طلعوا هاي قصه نجاح والله. انا ما صح لي انا يعني انتقل انا وياك قبل هاي المره، صحيح. بس ما صح لنا نرجع نلتقي مره، بس قد ايه بنبسط بس اسمع قصص نجاح جميله بهذا الشكل. الحمد لله الحمد لله. يلا كملي لنا. هلا عندي هون بندق مجروش، لازم يكون محمص حتى يكون كثير طيب. حلو. رح أصير أكور، ما في داعي للميزان، الواحد يعني شوي شوفي يعني. الزبدة شوي دايبة هلا، شوي صغيرة بس هو المطلوب. لما أحطها بالفريزر ترجع تمسك شوي. هاي رح أحم توم وأشكلهم، بحب هاي الجلد لأنه بتعطي شكل حلو من تحت. حلو. وبس هاي هي والله ما اجملهم. طب احنا عشان رح احنا عندنا فاصل رح ناخذ وصفه اللي بعدها، لانه هي سبحان الله كثير سهله كثير، يعني خليكي وانت بتشكليها تعيدي لي اياها. بس طموحك وين؟ وطموحي هو بالاكاديميه، نضل نخرج اجيال ونضل يشتغلوا فرص للشباب كثير رائعه. دعوه من ام تسوى الدنيا، كيف بدعوا لي انه اشتغلوا كيف يعني كثير حلو. يعني في اشرف عم بيقول اشرف الزعبي؟ لا اشرف فؤاد. اها عم بيقول منوري شفروبا، اعتقد انه طلابك كلهم فخورين فيك. اكيد انا فخوره فيهم اكيد. منوري شفروبا بس هو حكى كلمه جميله عندها عنها الصراحه، وانا لازم احكي لها اياها. وجه مشرف لعروس الشمال اربع. الله يسعدك ويسعده، شكرا كثير له. رائعه رائعه. سلوى عم بتقول ممكن صفحه الشفروبا. يا جماعه يا جماعه ازعل منكم يا جماعه، والله العظيم الوصفات بنحكيها بالتفصيل، بس انتوا بتجي تحضروا لقطه بتاخذوا لي. هاي صفحتها طلعت على الشاشه، الشيف اندرسكور روبا اندرسكور الزعبي، بس اعملوا لها فولو، وكمان رقمها طلع على الشاشه. الناس اللي حابه تستفسر عن طريقه التعليم، عن طريقه التدريب، عن كيف تنضم للاكاديميه الخاصه هي للشيف روبا ومعها مجموعه شيفات كثير كبيره، هي رقم بيطلع معنا على الشاشه 0795908585. شيف روبا سؤال، بتبيعوا اكل ولا لا؟ لا احنا لما رخصت انا ما عندي بيع. اوكي. لانه يعني انا بتخيلك هلا الناس طب بتبيع ولا ما بتبيع؟ هلا ان شاء الله طلابي بيشتغلوا بيبيعوا وما شاء الله عنهم. انا عندي عقد من الفاصل يا رامي، يعني لا اذا عندي عقد لازم نحكي عن هاي العقده على الهواء مثلا، نفترضها انه عندي عقده فاصل لازم نحكي. طيب احنا راح قد ايه نحطهم على النار؟ 7 دقائق بس. على حراره 175 175 عشان ما ابين ما عندي عقد من الفاصل فاصل. المعلومات عم بقرا لها الكومنتات قد ايه كل حدا يعني طلابك فخورين فيك كثير. الحمد لله. عايزك اللي عم تحضرك عم بقرا بقولها كثير عم بيجيكي كلام حلو. الحمد لله. وصراحه انا فخوره كل ما يجي فاصل نحكي شوي تحت الهواء بقولها انا فخوره فيك لانك انسانه اللي مرقتي فيه اواكي. صحيح. في ناس بتضعف بتصير تقول ما بقدر خلاص. صحيح. ما بعرف. انت بالعكس نجحتي ويتي سيدي منجزه، سيدي ملهمه، سيدي تحملت المسؤوليه على عمر كثير صغير. فبالعكس احنا على الهوا كلياتنا انا وفريقي، وكمان حتى بتخيل الناس اللي عم تحضرك اليوم معي لاول مره هون ببهار ونار كلياتهم فخورين فيكي. الحمد لله. انا فخوره كثير بطلابنا اكيد. حلو. طيب انت عم تعملي وصفه حلوه انا ما بعرف، خلينا نروح ناخذ مقاديرها عن الشاشه. يلا تمام. لا بندورة محشية إيطالية نص كيلو من البندورة، طبعا حبنا إياها 250 جرام من جبنة الموتزاريلا مستخدمينها أكيد من المراعي، 50 جرام من جبنة الفيتا، 100 جرام من جوز عين جمل، وعندنا 50 جرام من الزيتون الأسود الشرائح، 50 جرام من توميتو جوليان، وسند اللي هي بندورة مجففة عفوا، وعندنا نص كوب من البيستو صوص. طيب بتقولي انا رح اعمل بس واحد، قلت لها لا معاكي وقت. صحيح. حبيت الفكره. هلا هاي مازدا بارده بتتقدم كثير طبق مميز بهذا الشكل، هو طبق ايطالي. الله. بنقدر نحط صحن طويل 9-7 على قد افراد أنا الاسره. انا اعطيتهم مقادير لسبع حبات بندوره نص كيلو. طيب حلو. هلا انت اعطيتينا مقادير بس انا ما عرفت شو انت حطيتي هون، فارجع عيدي لنا. هلا هون حطينا البيستو، قللت عشان كنت بدي اعمل كميه قليله علشان البرنامج. عندي هون لزينه سندراي توميتو اللي هي البندوره المجففه. هون حطيت البيستو والجوز وجبنه فيتا وجبنه موزاريلا اللي هي هون عشان عم ياخذوها بالكاميرا. حطيت جبنه موزاريلا، حطيت فيتا، جوز وجوز
وصوص البيستو. صوص البيستو حلو. صحيح جميل. صحيح. بعدين تاخدي هلا عشان تاخد ايدك الشاشه يا شيف روبا. هلا هون احنا البندوره لازم نطلع منها البزر والحشوه كلها. اذا ما عندكم في معالق صغيره بتكون حاده بنطلعهم بهاي الطريقه. حلو. هيك اسمعي بدك تثبتي لك في مكان لانه رامي بيلحق فيكي. لحق لحق ركض يمين شوي. خلص هي هون بنفضيها وبنحشيها بالحشوة اللي حضرناها وبعدين بنقطع منها وجز واحد زي يعني هيك. أوكي. وبيكون منظرها كتير حلو جميل. سنة بدي أرجع على عمان تي في عشان نشوف لك التعليقات. هيك وبعدين بنقطعها بهاي الطريقة. ترى كيف تقطعها يا وجز يعني. هيك وبنطلعها وبنرتبها. لازم تطلع معي هاي ما فضيتها منيح زي الاولى. عادي خذي لو احنا معنا خمس دقائق براحتك. لا اسمعي عديها اذا بدك براحتك. ما تستعجلي حالها مستعجلت. اسمعي معنا وقت فخذي وقتك براحتك عادي. عايده اسمعوا اذا حدا تاني بقول لي بدي اطلب الرقم او بدي صفحتها للشيف بفهم انك انت مو حاضر الحلقه. فاحنا رح ننزل لكم اياهم كمان مره بس بدي اياكم تحضروا الحلقه من البدايه للنهايه. بدي اياكم تشوفوا وصفاتها للشيف روبا وبدي اياكم تدعموها اكيد. بدي اياها توصل هيك وصفاتها افكارها لكل مكان. شيف اندرسكور روبا اذا حفظته ازع اندرسكور ازع على انستغرام. وعندنا رقم اللي هو الاكاديميه 0795908585. هاي رح نعمل كمان واحده واحشيها كويس براحتك وافضيها. أيوة كويس براحتك. احكي لي العيله ايش بيحبوا من تحت ايديكي اكله اكله اكله. خلص العيله بالنسبه لهم هاي الاكله بس روبا تعملها غير شكل بصراحه. يعني ما في اكله واحده هيك بس مثلا بالحلويات كثير بينطلب مني من العيله اكثر نوع. شوفي لاي مطبخ مياله هلا بصراحه من اللي تعلمتيهم كلهم؟ المطبخ الايطالي شوي شبيه بالمطبخ العربي بنكهاته فكثير بحبه. المطبخ الفرنسي برضه شيء يعني ما بنقدر طبعا المطبخ الفرنسي بس بتحسي الفرنسي اكثر حلو. لا بالعكس في وصفات انا بحس هلا ايطالي زي ما انت حكيتي في كثير قريب. والله يا عايده حبيبتي بتقولي شكرا يا غالي فقالت لك هيش امتياز عصبت. قالت حبيبتي عايده بمزح تمام. فبحب المطبخ الايطالي بحبه كثير. بس احكي لك بالمطابخ العربيه بعشق المطبخ العراقي والمغربي بعشقهم. يعني مش طبيعي شو ما احكي لك عندهم اكل زاكي قليل. لما بلشتي تدرسي كشف شيف روبا ايمتى اخذتي هاي 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 اللي اطلع ادرس اصير شيف حابه امتهن اني اكون شيف؟ هلا احكي لك انا لما قدمت اني امتحن مزاوله لاني كنت حاس حالي جدا متمكنه بكل شيء. لما امتحنت الحمد كنتي دارسه ولا لا؟ هلا احكي لك الدراسه صارت مزبوط بعد ما فتحت الاكاديميه. اوكي بس بحكي لك الخبره اللي عندي وال يعني خلص هي مكنتني بزياده. عرفتي هيك. فالحمد لله معي مزاولتين بالبيستري الغربي ومعي مزاوله بالطاهي العام اللي هو اعلى مستوى بالشفات ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبيبتي. يعني يعني ان شاء الله وصفتنا منها من زايد يعني كل وصفاتها طلعوا قد ايه سهلين. شوفوا كثير يعني كتير. طلع منظره حتى طعمها كثير زاكي. شايفه منظرها هلا مخرجي رامي بس يعجبه مخرجي يعني. تخيلي مخرج البرنامج رامي هيك شيء يا رامي مخرج البرنامج عندنا رامي لما يعجبه شيء بقول لك الشغل اللي نظيف. فعم بقول لي بداني والله الشغل اللي نظيف طلع عليهم طلع. هذا اللي عم يطلع على الشاشه اللي عم يشوفوه الناس اكيد معانا كثير حلوه. طب انا اجاكي سؤال لانه معانا دقيقتين احنا نحكي طبعا. فيهم يا شيف روبا شو اللي قال رامي ب 53 الساعه و3 انا بحب انه اروح على الهواء عادي يعني فاهمه علي. ام بشار عم بتقول لك عشان هن لساتهم عم بياخذوا فكره اللي هي الخميره الطبيعيه المرتبان الثاني كل يوم بالخمس ايام بتزيدوا 100 جرام مي وطحين. ايوه على 100 جرام من الخليط السابق اللي هو بادئ العجين اللي خلطناه تركناه 24 ساعه. حلو انت بتعرفي ليش بدهم يعني اخلص الحلقه يعني مضطره احكي على الهواء. بدهم نخلص الحلقه عشان ياكلوا بكير قبل ما يطلعوا البرنامج اللي صحة فوق. وهنا فانا هلا في ايدي انه ما اطلعهم وانا وياك ندردش لنا شوي. شو رايك هلا اذا بتحبي نطلع الخبز نفرجيهم اياها؟ احنا الخبز بالضبط لنص ساعه. خلينا نطلعها. حابه اطلعها يشوفوها كيف. والله حلو حلو. هي اللي اعطتني المعلومه انا كنت رح اختم. بعدين خلص اتفقنا احنا والشيف روبا انه ان شاء الله كل فتره وفتره تيجي تعطيكم تكنيك بالمخبوزات وبالطرق يعني خلينا نقول اللي فيها تكنيك ايام لازم نحضره احنا عشان نصير امهر.
براحتك ربا اذا عشان ثقيله خليني اشيلها. اوه ما احلاها. هي هيك بتكون بالبدايه وهلا بتنفخ معنا اكثر. هلا اللي ما عنده ستيم ما بعرف هي الافران بتختلف، شوفوا كيف نفخت معنا ما احلاها. هلا اللي ما عنده ستيم بيقدر يحط صينيه فيها مي ويحطها بالفرن يعني لانه بهاي بتعرفي انا قلت نص ساعه معقول كثير بس والله اخذت لا وقتها. هلا هي عملت شغله كثير حلوه، رفعت ورقه الزبده صحيح. حطيتي ثلجات صحيح وحطيتيها بالفرن صحيح. هلا من فرن لفرن بيختلف يعني، هون انا عندي شوي احمى بيكون الفرن فنفخت وان شاء الله من كم هون الحراره. انت حطيتيه 220 بالبدايه. هلا بافران البيت دائما بتكون حرارتها اقل من اللي عندنا مثلا بالاكاديميه، بيكون عندنا فرن كونفكشن بيكون كثير عالي الحراره. لاول مره عم بقولوا لي يا رامي لا تردي على المخرج ومددي الحلقه، قد ما هن معجبين والله بفكره اليوم. حتى بقول لروبا برافو ان اخترتي انت اليوم وصفه اول مره تنعمل على اصولها وتنحكى كل هدول التفاصيل على التلفزيون معنا، فكان صحيح. الموضوع كثير حلو. شوف بقول لك شو منين نقدر نشتري الوعاء اللي فيه موجود بكل محلات. هذا موجود بدريم هوم. هذا اذا قصدك محمد عن هذا موجود بدريم هوم منه كثير احجام، بتقدر تروح بتاخده يعني وسعره كثير رخيص. حابه احكي كمان معلومه عن المخبوزات بشكل عام، ضروري ضروري اول ما نحطها بالفرن تكون على درجه حراره عاليه. حتى الخبزه نحكي عن بس هذا النوع من الخبز، اي نوع خبز معمول لازم يكون درجة الحرارة عالية حتى ما ينشف تنشيف. أول إشي عالية كتير لما ناخد النتيجة بنوطي له شوي هيك. حلو حلو. طيب خلينا نقول لكل حدا لأنه إحنا هاي آخر دقيقة رامي خلاص وعيد. لكل حدا اليوم عم بيحضرك سواء من طلابك سواء عيلتك حتى أولادك بوجه لهم تحية، شو حابه تقولي لهم؟ نفترض أنهم كلهم قاعدين قدامك وأول مرة بدك توجهي لهم كلهم كلمة واحدة، إيش بتحبي تقولي لهم؟ إنه أنا بحبكم كتير كتير عن جد، وحتى طلابي بعتبرهم أولادي يعني أولادي بحبهم كتير، الصبايا والشباب وأولادي يعني كانوا أكبر سند إلي بالحياة ولا زالوا الحمد لله. الله يخليك إن شاء الله دائما الله يعطيكي برهم زي يعني هو أنا أقول أحلى دعاء للأولاد الله يعطيكي برهم وتشوفيهم بأحسن مكان يا رب يا رب يا رب. والله أنا مبسوطة فيكي كتير، فخورة فيكي كتير، وشكرا على الوصفات اللي كتير حلوة يعني ورح تصيري خلاص دائما معنا تعملهم أفكار كتير حلوة والله بالعكس هذا الشرف لإلنا. بتقولي أنا حاسة كنت قلقانة وحاسة حالي أنا عن جد، قلت لها إحنا هون هذا البرنامج صحيح عن جد فكرته مش امتياز تطلع تطبخ، فكرته كل حد يطلع يطبخ، كل حد تشوفه كيف طريقته كيف فكرته كيف اسلوبه، لانه حلو كلياتنا نتعلم من بعض صحيح. الفكره انه احنا كلياتنا بنتعلم من بعض صحيح. انا فخوره فيكي مره ثانيه ومبسوطه انك موجوده معنا، رح تكوني موجوده معنا ان شاء الله بحلقات قادمه. بكره ان شاء الله حلقتنا رح تكون دوالي ومتغلبه لاني صلي فيها يومين عم بشتغل، شوفوا حلقه بكره محبوب الجماهير الدوالي. باي باي.